الأشخاص يتمتعون بروح إيجابية عالية ومغناطيس قوي يجذب كل من حولهم. طبعاً موضوع جداً مهم بنتعرف عليه مع المستشار في الطاقة أحمد عمارة. تشكرات تشكرات تشكرات. حلقة النهاردة حلقة حلوة وناس كتير هتعجبهم إن شاء الله. كيف تكون محبوب دائماً؟ قبل ما أغوص في الحلقة عاوز أسأل سؤال، هو أنا ينفع أحصل على شيء من غير ما أنفق شيء؟ خد المفاجأة دي، لا يوجد أي شيء في الكون مجاني. هعيدها تاني، لا يوجد أي شيء في الكون مجاني حتى الهوى. تخيل بقى، عارف الآية اللي بتقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ يعني مثلا الهوى، لا يمكن تنال الهوى إلا ما تنفق هوى عشان تعرف تاخد. الحياة كلها كده، مستحيل تعرف تاخد شيء إلا لما تنفقه. ولو أنت بتحب الشيء اللي أنت عايزه ده أنفق منه. يعني إيه؟ يعني مستحيل تاخد حب من الآخرين إلا لما أنت تنفق عليهم حب. أدي أول قاعدة، حلو كده؟ يعني مستحيل مثلا إنسان عنده أحكام سلبية على الآخرين والآخرين يحبوه، ودي أول مشكلة بنقع فيها. مشكلتنا في عالمنا العربي إن كل إنسان بتعامل معاه عندي سلسلة من الأحكام في عقلي غير مرئية عنده، قاسي شديد غبي رخم رزل كذا كذا كذا. الأحكام دي كلها بتمنع الحب منك أصلا، يبقى هيحبك إزاي؟ قولي كده، واحد أنت شايفه قاسي كيف هيحبك؟ واحد أنت شايفه خاين كيف هيحبك؟ واحد شايفه مثلا مهمل ولا بخيل كيف هيحبك؟ هقول لكم مثال صغير شوية. مرة كان عندي زوجة جاية بتقول لي يا دكتور جوزي بخيل جدا ولا بيحبني ولا بيحب يتعامل معايا بالصورة اللي أنا نفسي إنه يتعامل معايا فيها. فسألتها سؤال، قلت لها جوزك بخيل معاكي أنت لوحدك ولا مع كل الناس؟ قالت لي كل الناس، ده بيصرف هنا وبيدي هنا وبيعمل. قلت لها بس تعالي هنا بقى، يبقى بخيل إزاي؟ لما تشيلي كلمة بخيل من جوه هتلاقيه بقى معاكي زي كل الناس. الناس اللي هو بيحبهم بصي عليهم هتلاقيهم هما بيحبوه، فلازم يحصل تبادل. هي دي مشكلتنا بقى. يبقى أول حاجة إذا أردت أن يحبك الناس أن تزيل كل الأحكام، وهديك طريقة بسيطة إزاي تزيل الأحكام. فرق بين الفعل والفاعل. يعني مراتك حبيبتك غلطت، الغلط وحش بس هي حبيبتك، يا حبيبتي انت ازاي تعملي كده؟ ابنك حبيبك بس الفعل مصيبة، يا ابني يا حبيبي دي مصيبة ازاي تعمل كده؟ يبقى كل ما فرقت ما بين الانسان وما بين الفعل هتعرف تحب كل البشر. حد هيطلع يقول لي، يعني مرة كنت كاتب على الفيسبوك احبكم جميعا بكل اطيافكم وكل دياناتكم وكل جنسياتكم، فواحد جاي بيقول لي انت ازاي ممكن تحب حد كافر؟ قلت له شفت بقى، أنا بتأسى باللي النبي عمله. النبي كان بيحب عمه وهو كافر. بمناسبة عمرك ما هتعرف تدعو حد للطريق الصح وإنه يبقى عايش سعيد وإنت بتكرهه أصلا. لإما لو إنت بتحبه هتدعوه للصح إنه يبقى عايش سعيد ومستمتع، لو إنت كرهته هتلاقي نفسك بتدعي عليه. تخيل بقى. وبالتالي يبقى أول حاجة شيل الأحكام من الآخرين. تاني حاجة ابدأ وإنت بتتعامل احرص على النفع. يعني دي حتة بنسميها الإيجو في علم النفس. معظم الناس أثناء التعامل بيبقى عاوز ياخد قبل ما يعطي. لأ، احرص إنك تعطي الأول قبل ما تاخد. الناس اللي بتاخد الأول قبل ما تعطي هم أقل الناس سعادة في التعاملات. دايما مستني، بصوا عليه كده، ما بيعمل ليش، ما بيسوي ليش، ما بيحسش بيا. طب ما تحس بيه الأول عشان يحس بيك. ما بيحبنيش، طب ما تحبه الأول عشان يحبك. يبقى تاني حاجة حقق منفعة. الناس دايما بتحب اللي بينفعهم. ألا تلاحظون مثلا بتوع الكوميديا محبوبين دايما لأنه بينفعك، بيديلك طاقة بوزيتيف بتنتعش. الناس اللي عملت الفيسبوك أيا كان اختلافك مع شكلهم جنسياتهم دياناتهم أنت بتحبهم لأنه دالك منفعة. الناس اللي عملت تويتر، الناس عملت انستجرام، كل هذه البرامج أي حد عمل لك منفعة هتحبه حتى لو معرفتوش. طب انت قاعد لحضرتك ان شاء الله عاوز الناس تحبك، عملت لهم ايه؟ انا قلت في الاول مفيش شيء مجاني. اقولك على سر بقى
اللي بينفع الناس بيمكث في الأرض، بيمكث وبيستمر طالما في نفع، طالما في طاقة مفيدة. حاجة خارج الحلقة سريعا كده، مرة كنت في دورة بتتكلم في علم النفس الصناعي عن التسويق، فالمحاضر كان أمريكي، قال حاجة مهمة قوي، قال إذا أردت شغلك يستمر والناس تحبك وتحب المنتج بتاعك وتدفع لك المبلغ اللي انت عايزه، احرص وانت بتطلع المنتج يكون من وجهة نظرك سعره أغلى من السعر اللي انت حطه. يعني هو يدفع لك دولار، احرص تفيده بالمنتج بدولار ونص، يبقى من جوه انت ناوي كده شغلك هيستمر ولا يمكن يقف، والناس هتحب شغلك وهتجيلك تدفع لك اللي انت عايزه. مش بتلاحظوا الناس اللي عاملين منتجات سينيهات غالية وبتبقى عايزك تكون مستمتع وعايزك تبقى حاسس بحاجة ذات قيمة بتروح تدفع فيها وانت سعيد وبتحب الشغل بتاعهم؟ هي كده بالظبط. الناس بقى اللي لا يستمر شغلهم ولا يستمروا في الحياة هو اللي يفكر ازاي استفيد منك من غير ما افكر ازاي افيدك. ده مستحيل يكمل. يعني في دراسة معمولة لقوا بيزنس كتير بيقفل في أول سنة إلى 5 سنوات لأنه كان فاتح عشان يكسب منك، عشان ياخد منك عشان يديك. الحب كده كمان. يبقى احرص، إذا أنت عاوز حب 10 طلع حب 20، إذا أنت عاوز حب 20 طلع حب ونفع وراحة واستمتاع. حتة مهمة كمان، علماء النفس بيقولوا الاستمتاع أو المتعة دي من أعلى الطاقات الإيجابية، وبالتالي كل ما كنت مستمتع وكل ما كنت سعيد كل ما كل حاجة في حياتك بقت سهلة، مناعتك هتبقى أعلى، صحتك هتبقى أعلى، أفكارك هتكون مريحة. طب إيه رأيك بقى إنك كل ما خليت حد سعيد أنت هتبقى سعيد بنفس الدرجة؟ لو خليت 10 سعداء هتبقى أنت سعيد ب10 أضعاف، وهتلاقي اللي أنت خليتهم سعداء بيحبوك. طيب أنا دلوقتي هدي لك تمرين بسيط ازاي تعمله او تعمله علشان تكون محبوب دائما، بس هنتفق اتفاق مستحيل ترضي جميع الاطراف، لازم المنحنى الاعتدالي زي ما يقول في علم النفس. هتلاقي 75% من الناس بيحبوك مثلا، وفي 15% او 12.5-13.5% على الطرفين، يا حد بيكرهك قوي 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 قوي، يا حد بيحبك حب كأنه عبادة. ده طبيعي، النقيدين أنا ماليش دعوة بيهم الاثنين، عاوز اللي في النص، الحاجة السلسة الطبيعية. تعرف أن أنت لما تعمل التمرين ده نسبة كبيرة هيحبوك، وعمرك ما هتكون لا زي الأنبياء ولا زي الله. مش كل الناس بيحبوا الله ولا كل الناس بيحبوا الأنبياء، فخليك هادي بقى. واحد، شوف حد بتتعامل معاه ما بيحبكش، وهات ورقة وقلم وابدأ اعمل زي استقصاء بسيط، إيه الحاجة اللي هو بيحبها؟ ايه الحاجة ده لو حصلت يكون مبسوط؟ وقعد شهر كامل تعمل له الحاجة دي من غير ما تستنى منه اي حاجة. عارف لو انت قعدت 2-3 أسابيع وقمت قايل انا عملت له اهو بس ما فيش نتيجة، يبقى انت ما كنتش عاوز تعطي، انت كنت عايز تاخد. اهم شرط انك ما تكونش مستني اي حاجة، اهم شرط انك تكون بتعملها عشان تمتعه هو مش عايز حاجة. وانك تتخيل لو بعد شهر لم يقدر اللي انت عملته مش فارق معاك، انا خليته سعيد اكيد هتجيلي السعادة من الهي مش منه هو. ده الشرط الوحيد اللي يخلي الانسان يحبك، وده اللي اسمه الدفع بالتي هي احسن. الدفع بالتي هي احسن اول شرط فيه انك تشيل التي هي اسوأ من دماغك، الافكار الاحكام السلبية، ده دفع بالتي هي اسوأ. تاني حاجة انك تدفع بالتي هي احسن من وجهة نظره هو مش من وجهة نظرك انت. يعني لو انت بتحب البطيخ وهو بيحب المشمش ما تديلوش بطيخ، اديله مشمش. وبالتالي مهم جدا تنفق حب، تنفق نفع، تنفق سعادة. صدقني ما ظنش انك تلاقي حد ما يحبكش الا اقل القليل. ربنا يا رب يخليك محبوب وكل الناس بيحبوك، وانا اول حد بحبه يا بابا.